لكن البعض يتقمص اللي هي ظاهرة التقليد، حب التقليد للشخص الآخر. مثلا والله أنا اليوم رأيت صديق لي اشترى سيارة مثلا مرسيدس بي ام من هذا من الأنواع الراقية، وأنا ما عندي مال وما عندي الإمكانية المادية أن أروح أشتري، والله أروح أستقرض وأخذ قروض عشان أشتري هذه السيارة، والله شوفوا أنا معي، ليظهر للناس هكذا. أنا قلت من قبل إياك والنظر في ما عند الناس تكون أغنى الناس. فالإنسان الذي ينظر ما عند الناس والعياذ بالله يفقر نفسه، لأن كما تفضلت جزاك الله خير بأن الذي يشتري لأجل لكون فلان اشترى هذا ما يقصد بالسيارة هذه أنه يريد. ثم أنا ليس عيبا، ترى ليس عيبا أن تكون عندي سيارة أقل من سيارة فلان، لأن إمكاناتي أنا وقدراتي التي جعلتني هكذا وليس عيب. ربما إنسان عنده من أعظم السيارات لكنه من طريق غير صحيحة، صح، وربما إنسان عنده سيارات ولكن من طريق صحيحة. فأنا لا أقلد الآخرين، أقلد الآخرين فيما فيه منفعة وأنا وفيما أقدر عليه أنا. أما إذا كان، لأن الدين يا ولدي لا يمكن للإنسان أن يقترض لا لأجل مصلحة، وإنما مثل واحد ربعي يسافرون قال يا الله البنك أعطوني 12,000 أنا بسافر مثل سافر فلان، قعد هناك كم من يوم مرتاح وردني شقاوة لأن الدين هم بالليل وغم بالنهار. وأزيدك من الشعر بيت، هناك من يستقل لا لأجل أن يعيد، وإلا في القرض مباح، لا لأجل أن يعيد المال إلى أصحابه. هذا التقليد الأعمى يعني ممنوع شرعا إلا إذا كان في مصلحة وإذا كان في الأفضل وفي تقوى الله سبحانه وتعالى. أنا أقتدي بالعالم، أنا أقتدي بالمصالحين، أنا أقتدي بالفضلاء، أنا أقتدي بأهل الخلق الحسن، ما أقتدي عشان فلان لأنني ما أقدر. فلماذا أكلف نفسي فيما لا طاقة لي به؟ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. هكذا في القرآن آخر آية في سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأنا أتمنى من الشباب حقيقة ومن الفتيات أن يعودوا إلى القرآن الكريم وإلى سنة رسول الله كيف صلى الله عليه وسلم. من اليوم ما يحب الرسول إلا الذي في قلبه حسد؟ ما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ترك شيء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإيش الذي أترك أنا من بعدي؟ وإيش حياتي أنا؟ أن أترك خلقا، أن أترك بصمة مثل ما بدأنا في أول الحلقة، أن أترك فضيلة، أن أترك يعني أن أرسم بسمة على شفاه الناس، أن أمسح على يتيم. هذا هو الذي ينبغي للشباب اليوم والفتيات أن يهتموا به، وأن يهتموا بالجد في الحياة. الحياة ترى محتاجة جد، بس لا من السبهليلة وبس لا من المظاهر الادعاءات الفارغة والمظاهر البراقة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. فشخصيات الناس في علمهم، في أخلاقهم، في ثباتهم على المبدأ، في قيمهم، في حبهم لوطنهم، في حبهم للناس، في 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 أنا أمس أرسلوا لي مقطع كان الأستاذ يعني قبل تسجيل الحلقة أستاذ محمد مخيني ناصر مقطع عن أم سوسن ذي اللي تطبخ في الحيل. شيء شباب ما شاء الله، مجموعة نحن، لأنهم مكاتبين على قمصانهم مجموعة نحن، هؤلاء يقومون بتوزيع وجبات الإفطار. هذا الشباب جايبينهم سيارة بيكاب وشاحنينها ما شاء الله، يوزعون حال الناس، حال الفقراء، حال اليتامى. هذا اليوم احنا لا نريد من الشباب، ما نريد احنا يعني ايش بقول عادي خلينا.